وكل مره ما كنتش بلاقيها كنت بحس ان روحي بتطلع من جسمي. معلومات عن لميس محمود بطله الحلقه الثانيه من مسلسل سعد وتاريخه، بتمثل من وهي عندها 4 سنين وحققت حلمها ومثلت مع احمد امين، وكل اللي شافها امن بموهبتها ورغم انها صغيره في السن، لكن كل اللي شاف الدور اللي هي قدمته في المسلسل حس انها بتعمل دور حقيقي مش مجرد تمثيل. وكل مره ما كنتش بلاقيها كنت بحس ان روحي بتطلع من جسمي. لميس محمود اسمها تصدر ترند بعد ما ظهرت في الحلقة الثانية من مسلسل سعد وتاريخه، وده بسبب براءتها وإتقانها للدور وحتى تأثرها وبكائها كأنه حقيقي مش بتمثل. الطفلة لميس محمود نجحت في برنامج كاستنج اللي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب، والبرنامج ده كان الانطلاقة الأولى ليها. ولما اتكلمت عن موهبتها قالت إنها بتمثل من وهي عندها 4 سنين وانضمت للبرنامج من خلال والدتها اللي امنت بموهبتها، وقالت كمان انها كان نفسها تشارك مع الفنان احمد امين في اي عمل، ومن فتره وهي بتحب تتفرج على الاعمال اللي بيقدمها وحلمها اتحقق بالمشاركه معاه في مسلسل سعد وتاريخه. وبعد الحلقه الثانيه من مسلسل الفنان احمد امين اشاد باداء الطفله لميس محمود وكتب منشور من خلال حسابه على انستغرام قالوا انه ضيوف الشرف بيفيدوا الشباب والمواهب الجديده، لكن انا كنت ضيف الشرف امام بطله الحلقه لميس. وقال انه هو استفاد كتير من التجربة، وقال إن كل فنان من الشباب في المسلسل شايل جزء كبير من المسؤولية في حلقة كاملة وبيقوم بدور البطولة مع مساندة النجوم الكبار. وختم منشور وقال مبروك علينا نجوم مصريين جداد. الحلقة الثانية من سعة تاريخه شهدت أحداث جديدة، وفي الحلقة دي اختفت زوجة شخصية حمو اللي بيجسد شخصيته أحمد أمين، وبدأت بنته في البحث عنها، واكتشفت في البداية إن والدها كان هو اللي أنهى حياة والدتها في لحظة غضب، وقررت تبلغ عن الجريمة رغم تضارب مشاعرها. والمسلسل ده بيعرض ملفات حقيقية من المحاكم المصرية. ومع عرض الحلقة الأولى في ناس قالوا إن المسلسل بيعرض قصة نيرة أشرف اللي ماتت على إيد زميلها واللي اتعرفت باسم فتاة المنصورة. والفنانة ميان السيد لما اتسألت عن الموضوع نفت تجسيدها لشخصية نيرة أشرف في المسلسل، وقالت إن دورها مستوحاة من معاناة شريحة كبيرة من البنات اللي بيتعرضوا للعنف والتهديد بهدف تسليط الضوء على قضايا اجتماعية، وقالت إن الرسالة اللي بيقدمها العمل بتهدف لتسليط الضوء على قضايا بتخص المرأة بشكل عام مش قضية واحدة بس، وقالت إنها بتحاول توصل رسالة وبتمثل صوت البنات اللي بيتعرضوا للعنف أو التهديد. ومع عرض برومو المسلسل في ناس كتير افتكروا إن ميان السيد هتقدم شخصية نيرة أشرف وهتحكي قصتها من خلال المسلسل، وبعد عرض أول حلقة من المسلسل اتضح إن القصة مشابهة فعلا لقصة وفاة نيرة، لكن الحلقة الثانية من المسلسل كانت قصة مختلفة عن قصة نيرة، وكانت فعلا بتعرض قصة ست تانية بتتعرض للعنف والموت على ايد زوجها، وكانت مختلفة عن قصة نيرة خالص. والمسلسل بيعرض عدد من الحلقات المنفصلة وكل حلقة ليها قصة. ايه رأيكم في اداء لميس محمود في المسلسل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.